انا شخصيا لا يعنيني من كاتب الانجيل من الاحد عشر اي واحد منهم هو من تلاميذ المسيح الذين شاهدوا بعيونهم وسمعوا باذانهم والحل عليهم الروح القدس وتكلموا وكتبوا بالروح القدس. لا تفرق عندي اذا كان انجيل مرقس وانجيل مرقس او بطرس، انجيل يوحنا او انجيل بارسلماوس، ما تفرقش عندي. انما يعنيني ان يكون واحد من الاحد عشر. فلما بنقول مجهول فهنا ليس مجهولا على الاطلاق. زي ما اقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال 10 قاعدين موجودين في مكتب، حاجة ضاعت داخل المكتب ومن المستحيل واحد من خارج مجموعة المكتب يكون خدها، يبقى لازم صحيح اللي خدها مجهول احنا مش عارفينه، بس هو واحد من العشرة اللي موجودين في المكتب. فهنا السارق مجهول لكنه ليس مجهول على الاطلاق، لكن هو مجهول باعتباره اي واحد من العشرة، باعتباره اي واحد من العشرة، لكن معروف في داخل العشر. وهكذا انجيل القديس متى او الانجيل القديس متى، سواء هو الذي ترجمه او احد من اخواته التلاميذ بقية ال 11 هو اللي ترجمه لا تفرق لدينا، ولكن اعظم نص بيأكد لنا انه كان مترجم في حياة التلاميذ وبيد احد التلاميذ.